الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. إذن مشاهد البرتقالية ليبيا الرياضية اليوم من مدينة درنة، هذه المدينة التي تربط الجبل الأخضر الأشم بالبحر الأبيض المتوسط، هنا بالضبط من ملعب درنة البلدي. ألتقيكم أنا الحسين العبيدي معلقا على لقاء يندرج ضمن الجولة السابعة ولحساب المجموعة الأولى من بطولة الدوري الليبي، في لقاء يستضيف فيه دار نصرانيق فريق الفهود فريق التحدي. مساعد أول مونجي بشكيوة، مساعد ثاني علي عاشور، والحكم الرابع هو سامي الضاوي. تنفيذ شلمان يعطي تعليماته ويطلق صفرته، التنفيذ على القائم الثاني خطيرة درنيسية وارتقاء متميز من حسن المجبري. التدخل الأخير والتنفيذ سريع، وصلت الكرة للمهاري للعبار، هذا القصير المكير يلعب العرضية على القائم الثاني، لكن الأقرب هو عماد رجب. الاستماتة من عصام يسلح خطأ ويعود بالكرة، مانديلا يحط الكرة على اليمين، وصلت في ظهر المدافعين، مكاري يحاول لكن إلى عماد رجب. التقاء أخير من العربي لكن تجاوزت الجميع، وصلت لعصام سلمها للمجبري وعادت للفهود. جونيور أونو إلى أيهم الغويل، الغويل نقلة على اليسار، وصلت لعصام، عصام لمسة واحدة متميزة خذوها ترايع، أيهم الغويل يحاول يراوغ لكن متميز ومتواجد. كرة أخيرة يمشي العربي، إمكانية الهدف الأول لدارنس تسديدة وغادرت أرضية الملعب لفريق دارنس. هذه الكرة الأخيرة والربكة الأخيرة، العربي حطها أمامه بطريقة متميزة، لكن الفنش مكاري يقوم بالكنترول متميز جدا، المنصوري خذوها، لازال مكاري يحافظ على كرته يلعبها للأمام، وصلت العبار حسام في مرة أولى، عماد رجب في مرة ثانية. أولاد الصابري للمهمات الصعبة، هذه كرة أخيرة وعرضية توصل للدارنس تسديدة من العربي، غريبة غريبة يا عربي غريبة، إضاحتك للكرة الأخيرة. موسم بداية متميزة في المركز الرابع، كرة يتدرج، العربي يبحث عن زميل يراوغ، العربي يسدد الكرة على طول ومر سلامات خارج أرضية الملعب. هذه الكرة والتسديدة يا عيني عليك يا العربي، هذه الكرة عند المنصوري، المنصوري إلى الغويل، أيهم المراوغة، أيهم يعدي في مرة ثانية، الغويل ينقلها توصل للعبار، الكنترول خطيرة للتحدي، تسديدة وعماد رجب، عماد رجب كالعادة المعتادة من المهاجم العبار، هذا الكنترول تأنى العبار وسدد الكرة وعماد رجب موجود. في مرة أولى ومرة سلامات، المرة الثانية عند محمود علي يسلمها لأيهم الغويل، خطيرة الفوز العرضية على القائم الثاني والرأسية من مكاري واعتلت العارضة، اعتلت كرة مكاري العارضة ومرت سلامات خطا من العربي. محمود علي الى مانديلا، مانديلا الى ايهم الغويل، الكنترول حطه على اليسار، العبر خطير سريع يلعب العرضيه لمكاري، مكاري ماذا سيقوم الكاري، هذه عن مكاري، مكاري الى المنصوري، منصوري بالكعب رايعه الى مكاري، مكاري حط لاعب اول في ظهره يراوغ الثاني بطريقه متميزه، الثالث يعدي ويسدد تحت للعارضه، شيء مكاري لكن كورته اعتلت العارضه بعد تغييرها من مدافعي دارنس. هذه الكره الاخيره، مكاري الى المنصوري، المنصوري بالكعب بذكاء كبير وصلت لمكاري، واحد واثنين يعدي الثالث هوب والتسديد، التدخل من التدخل من مصعب الكيلاني، التدخل كان من الظهير الأيمن للكيلاني.